لسه مكملين مع حضراتكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54. والحقيقة ان احنا دلوقتي عندنا لقاء من اهم اللقاءات الحقيقة، يعني من اللقاءات كمان المختلفة جدا. يمكن قابلنا قبل كده شخصيات ما كانش حد فينا يتخيل انهم ممكن يكونوا موجودين في المعرض، انما النهاردة المخرج احمد عاطف هو لاول مرة كاتب والاول مرة مشارك في رواية برواية جميلة جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. المخرج احمد عاطف طبعا هو غني عن التعريف، عمل عمر 2000، عمل الغابة، عمل ازاي البنات تحبك، حصل على جوائز عديدة من مصر ومن الوطن العربي كله. المخرج احمد عاطف سعيدة جدا بوجودي معاك. انا متشرف بيكو وبيحكى انا وبحضرتك والقناة الاولى. ميرسي استاذ احمد، اولا الف مبروك عن مشروع الكتابة بشكل عام. الله يخليك. ثانيا خلينا نتكلم عن الرواية بقى اللي حضرتك مشارك بيها السنة دي في المعرض. تمام. اول سنة كتابة، اول سنة رواية. لا نشرت كتب عن السينما وديوان شعر، بس المره دي رواية مختلفة. اول رواية حضرتك. كلمنا شوية عن الرواية وكلمنا شوية عن موضوعها. هو انا بقالي سنين طويلة جدا ونفسي اخد تجربة كتابة الرواية. لان انا ابتديت قبل ما يعني اقرا كتب عن السينما، والدتي كانت بتجيب لي الروايات العالمية ملخصة، فمن سن 8 سنين يمكن كنت بقرا الروايات العالمية. وبعدين ابتديت بشكل مبكر اقرا بقى الاحسان عبد القدوس، وبعده بشوية نجيب محفوظ وغيره. فيمكن حبي للرواية لاحق او سابق على حبي للسينما، رغم اني ابتديت امثل وانا في مسلسلات الثمانينات مع محمود المليجي ويحيى شاهين وغيره. ما تكبرش نفسك بقى يا استاذ احمد. يعني برضه حبي للفن كان مبكر. ايوه. فالاثنين دول، حب الفن السينما وحب القرايه والكتابه، وبعد كده اشتغلت كاتب في جريده الاهرام بالتوازي مع شغلي كمخرج. كمخرج ايوه. فكل ده انصهر، ووقت كورونا لقيتني جات لي فكره الروايه. لان انا طول الوقت مهموم بالبحث عن الشخصيه المصريه. دايما لما كنت بروح مهرجانات او اسافر الاقي مثلا الصينيين شبه بعض، الفرنسيين اللي مش مخلطين شبه بعض، المصريين احنا الف شكل ولون، سمر وبيض وطوال وتخان. ليه؟ لان اصولنا مختلفه. ايوه. سواء من ناحيه الهجرات او المستعمرين اللي بقوا مصريين. أيوة. لكن كلنا بقينا مصريين وبنهزر بطريقه واحده، ونظرتنا للحياه تقريبا واحده، قيمنا واحده. فقعدت افكر ايه اللي خلى الشخصيه المصريه عندها حاجات ثابته من بدايه التاريخ لغايه دلوقتي؟ هل في حاجات ثابته ولا لا؟ فقلت احط ده في شكل روائي. وكانت الروايه عن عصور تاريخيه مختلفه، روح بتتجسد. يعني كل مره في عصر تاريخي مختلف. هي نفس الروح، هي ومره بتبقى ست ومره بتبقى راجل. اوكي. لان الروح اسمى، ممكن تحل في جسد امراه او جسد رجل. الروح دي اللي خلقها ربنا، وربنا بيقول انه ونفخنا فيه من روحنا. ايوه. والروح هي اللي بتبقى بعد الموت. فالروح بتتجسد 5 مرات في 5 عصور مختلفه، ومره بتبقى ست ومره بتبقى راجل، لاني شايف ان الروح اسمى من انها تبقى نوع جندر يعني. ايوه. الـ5 مراحل دول مصر الرومانيه ومصر الفرعونيه اللي هي المصريه القديمه، ورحله الاسكندر الاكبر في مصر، ومصر العثمانيه، والعصر الحديث 1855. وفي حتى شخصيات تاريخيه ما حدش كتب عنها حتى في كتب التاريخ، زي الاسكندر الاكبر ما حدش يعرف عمل ايه في مصر في رحلته وراح لسيوة، وزي رائد الموسيقى المصرية الحديثة قبل سيد درويش اسمه الشيخ المسلوب. هو ما كانش شيخ ولا حاجة، هو اسمه ده كان نقيب الموسيقيين لمدة 70 سنة. أيضا بابا كرولوس الرابع، بابا الأقباط، ده اسمه بابا الإصلاح. دي شخصيات خليتها شخصيات ثانوية، بس شخصية رئيسية في كل قصة، والقصص متداخلة، شخصية مؤلفة تماما يعني. الحقيقة انه تم الإشادة بشكل كبير جدا برواية حضرتك أستاذ أحمد، على الرغم انها طبعا أول رواية زي ما حضرتك بتقول، بس الحقيقة انه اتكتب عنها كتير جدا، اتكتب عن اللمحات الإنسانية اللي حضرتك أشرت إليها في الرواية، اتكتب عن اللمحات الروحانية اللي اتكتب عنها في الرواية، يعني أعتقد انه الحقيقة تم الإشادة إليها بشكل كبير جدا. كانت إيه الرسائل المهمة من وجهة نظر حضرتك بقى كمخرج وككاتب وكطبعا روائي ومثقف انك تقدر تنقلها للقارئ، وكان ايه اللي يهمك انه يوصل للقارئ من خلال الروايه؟ اولا انا لما دخلت تجربه الروايه قلت مش هعمل روايه سينمائيه بالمعنى. دلوقتي منتشر قوي في عالم الادب
الروايات اللي مستعيرة تقنيات السينما زي الفلاش باك والفلاش فورورد وتداخل الأزمنة وما إلى ذلك. وبالعكس النقاد كمان بيعتبروا دي روايات مميزة، لكن أنا قلت لا، أنا هدخل الرواية بشروطها، يعني تبقى رواية تقرأ، تبقى كلمات فيها تعبير بليغ، بس كمان فيها نظرة إنسانية عميقة. أنا اهتمامي بالروحانيات بدأ بشكل قوي في 2015 لما الأهرام اداني فرصة أن أكتب مقال حر في صفحة الرأي، فابتديت أكتب مقالات روحانية يعني، وقعدت أقرأ كتير في الروحانيات وكتبها العالميين إكهار تولي ورام داس. فإيه الروحانيات؟ هو كل ما هو غير مادي في هذه الحياة، لأن إحنا بعد ما بنهتم بالفلوس والشغلنا والشهرة والحاجات المادية بيبقى عندنا ممكن ما يبقاش سعداء طبعا. ليه؟ لأن إحنا بنهتمش بالروح. الروح ليها غذاء مختلف غير الحاجات المادية. أيوة. وغذائها هي التصالح مع العالم والحب المطلق لكل الكائنات. أيوة. حتى للي بيأذونا، ودي طبعا حاجات صعبة قوي، بس هم بتوع كتاب الروحانيات التصالح على الأقل معاهم. يعني هو انت كل ما بتصفو، ما انا مش هحب حد يأذيني، على الاقل بس على الاقل اقدر اتصالح مع الموقف، اقدر اتجاهله، اقدر اتغافل عنه، بس ما اقدرش احبه. لكن ممكن جدا تتفهم وجهة نظره ان هو يشر في نتيجة مصلحته بيحارب يعني. انت لو المشكلة ان احنا بنعطل الكراهية، ومبادلة الكراهية بكراهية بتعطلنا كبني آدمين. ليه بقى؟ لأن إحنا بننسى إنه العالم كله بيمنحنا أشياء مجانية. أيوة. يعني مثلاً صحتنا، حتى لو بنعي أحياناً يعني. أيوة. نقطة المية اللي بتنزل بتدي نفسها للكون دي طبعاً. ما بتطلبش حاجة في المقابل. ليه بنفتكر الحاجات اللي بتضايقنا طول الوقت وما بنفتكرش الإيجابيات والحاجات اللي الكويسة هي اللي عندنا بشكل عنيف جداً؟ حقيقي. يعني إحنا حياتنا مجرد إن إحنا عايشين في سلام، ما كان ممكن الجبال دي تهاجمنا يعني. صح. أقصد ممكن الكائنات اللي هي ربنا خلقها، جبل ده كائن وكان بيكلم ربنا، ليه ربنا خليهم في حالة سلام للإنسان؟ أيوة. كل دي قيم إيجابية. أيوة. إحنا بننساها طبعا. أيوة. ده كله دخل في يعني في جلد الرواية، وبيحاول يشاور لك كإنسان من خلال القصص. طبعا في قصة ودراما وأحداث، ويعني لازم تتفاعل. أنا فادني قوي إن أنا درست دراسات عليا في السينما والماجستير في جامعة جنوب كاليفورنيا، ودرست في الجامعة البريطانية، فكل تدريس السيناريو والإخراج وتحديد السيناريو خلاني أكتر ممكن وانا بكتب كسيناريست ومخرج ما اشوفش عيوبي، لكن التدريس واشراف على مشاريع الطلبه بيخليني اعرف عيوب السيناريو فين. كل ده خلاني، هو ده اللي ساهم في تجربتي ككاتب. الاخراج، القرايه من الصغر، كتابه المقالات في الاهرام الروحانيه، مشاهده عدد ضخم من الافلام، وتدريس السيناريو. ايوه. فكل ده قادر يخليني أدخل الرواية تبقى الرواية مشوقة. فالناس، أنت لا يمكن تعدي عليك صفحة إلا وأنت يعني، أنا كنت واخد رهان الانبهار مع نفسي، إما تنبهر بالمتن إما بالحدث. أيوة. واللغة لازم يبقى فيها عتنة، ما بين يبقى فيه أحداث اللغة فيها مش صعبة وأحداث اللغة فيها بليغة. عشان ما تبقاش الرواية صعبة ويبقاش دمها تقيل شوية على القارئ. بس كمان حتى الحاجات اللي مكتوبة فيها حكمة أو كده ببساطة. جميل. لكن بقية الرواية أحداث وحوار، فأنت هتندمج معاها. أكيد. هي بالانس. وزي ما بنعمل بالانس في الفيلم السينمائي، بنعمل معادلة برضو تقدر تقدم للقارئ مستوى جيد وفي نفس الوقت بسيط وفي نفس الوقت قريب وفي نفس الوقت في معاني عميقة. أكيد. ما بيقابلهاش في حياته العادية، عشان ما تبقاش مجرد قصة مسلية. أيوه أيوه. فهو التوازن ده اللي حاولت أحرص عليه، ويمكن ده اللي عجب كل الصحفيين وكل الكتاب وكل الروائيين. يعني طبعا شرفني الأستاذ محمد سلماوي الأديب ورئيس اتحاد كتاب مصر والعرب سابقا طبعاً. إنه قرا مسودة الرواية قبل نشرها، وكتب كلمة على الغلاف الأخير للرواية وأشاد بيها بشكل رهيب، وقال لي ملاحظات. وأيضا دكتورة لمياء السادات، حفيدة الشيخ السادات. أيوه. كان أيوه. عامل الحملة الفرنسية طبعا، هو تم الإشادة بيها طبعا بشكل كبير يعني. جدا الحمد لله. الرواية ادتني الفرصة
ان انا اعبر عن نفسي بشكل مختلف عن الافلام. جميل. انا بشكر حضرتك استاذ احمد. شكرا. وسعيده جدا بلقاء حضرتك والف الف مبروك على نجاح الروايه. شكرا جدا على دعمكم وارجو ان الروايه تعجب القارئ. ميرسي ميرسي استاذ احمد. كان معاكم ومعانا المخرج والكاتب الاستاذ احمد عاطف.